أحب هذه اللعبة يا ريشة. هل أنتم مستعدون لرمي الأطواق على الغصن؟ كان معكم حسون، والآن مع بلبل. ممتاز، والآن ريشة تستعد. كانت تلك تسديدة رائعة يا ريشة، رميتك قوية. ريشة، يبدو أنك محبطة لأنك لم تتمكني من تسجيل الهدف. أفهم ما تشعرين به، جميعنا نشعر بالإحباط أحياناً. هذه فكرة عظيمة. إن تذكر ثلاثة أشياء أجيد القيام بها يساعدني على أن أشعر بثقة أكثر. ممتاز يا ريشة، لقد تدربت على هذه الأنشطة والآن أتقنتها كلها. هل تشعرين بثقة أكبر الآن؟ هل تريدين محاولة رمي الطوق مرة أخرى؟ هل أنتم جاهزون لجولة أخرى؟